مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده. من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه من فضلك اشترك. هنتكلم النهارده عن فنانه خليجيه كانت ملء السمع والبصر، فنانه يعتبر اول مطربه في الخليج تحتل المرتبه الاولى على الاطلاق في وقت ما كانش فيه اي مطربين صوت نسائي في الخليج، ولكن انتهت حياتها نهايه ماساويه كانت بتبحث فيها عن وطن. تعالوا نتعرف على الفنانة رباب. رباب من مواليد سنة 1955، مولودة في مدينة البصرة. بعديها وهي صغيرة حوالي 6 شهور كده راحت على الكويت هي وأهلها، قعدت فيها لحد ما جت سنة 1977، اتقدمت لبرنامج مواهب التلفزيون الكويتي ونجحت كأفضل صوت واعد، وبعدها دخلت على كورال مسرح التلفزيون الكويتي سنة 1998، نالت وقتها جائزة أفضل كورال. وبعد كده تهفتت عليها شركات الإنتاج علشان ينتجوا لها ألبومات، وفي حوار ليها لجريدة الرياض السعودية قبل رحلها كشفت الفنانة الراحلة عن رحلة معاناتها والتجاهل الفني والإعلامي اللي عانته، وقالت في الحوار ده: أخذته من الفن كان كافي وكنز كبير، أخذت جمهور من مختلف بلدان العالم العربي مستحيل أي حد يملكه. لو تسألني كم عندك في البنك أقول لك ولا درهم، ولكن أقول لك إن الجمهور هو كنز حقيقي لا يعد ولا يوصف، وهو ده الكنز الحقيقي. قبل غزو الكويت بأربع شهور تقريبا سحبت عنها الحكومة الكويتية جواز سفرها الكويتي، لكن العراق إداها جواز سفر عراقي. بتقول الفنانة رباب خلال اللقاء الصحفي: فعلا انفرجت همومي شوية بعد حصولي على الجواز العراقي، وبقيت أروح هنا وهنا علشان أدور على رزقي من خلال صوتي. بعد كده حسيت بألام ومرض ولازمتني أزمة قلبية، فقررت إحدى الشخصيات المرموقة من السعودية إرسالي إلى أمريكا للعلاج. وبعد ما رجعت للأراضي العربية اتفاجئت بدخول القوات العراقية للكويت، وكنت وقتها مريضة وفي حاجة لحد يمد ايده علشان يساعدني، وبدأت تعيط وكان ايديها على قلبها وقتها لان الكويت كانت رافضة دخولها، لحد ما شافتها الشيخة ام خالد آل نهيان من دولة الامارات العربية المتحدة، وقالت لها: يا رباب مالك؟ وهم كانوا في الطيارة متجهين للبحرين، وكانت خايفة رباب ان هي ما تعرفش تدخل دولة البحرين، فقالت لها: انا مش عارفة اروح فين. فقالت لها بسيطة: لو ما دخلوكيش الكويت والبحرين انا هدخلك الامارات. وقتها كانت قلقانة وخايفة ومرعوبة، وبقالها 3 ساعات طايرة في الجو علشان تشوف اي دولة عربية تستقبلها، لكن كل دولة كانت بتحط فيها كانوا بيرفضوا دخولها، مش لاقية اي مكان تدخله، لحد ما وصلت مطار البحرين. وبعد كده فوجئت ان البحرين مش عايزاها تعدي من المطار بتاعها، ان دولة الكويت قالت لهم ان هي مش هتدخلها اراضيها. فرباب هنا بقت مش عارفة تعمل ايه وفضلت تعيط في المطار. في الوقت ده حصل ان السيدة ام خالد آل نهيان الطيارة بتاعتها تعطلت شوية وقابلتها في المطار، وقالت لها: ايه اللي حصل؟ بتعيطي ليه؟ قالت لها: مش عايزين يدخلوني البحرين. وقتها بسرعة فائقة اتصلت الشيخة أم خالد بمطار أبو ظبي وأخبرتهم باللي حصل، وقتها وافقوا على الفور إن هي تدخل الإمارات. وقتها فضلت عايشة مع الشيخة أم خالد اللي وصفتها إن هي سيدة كريمة، قعدت معاها 7 شهور كانت معززة مكرمة وكانت بتعاملها زي ولادها. في اللقاء الصحفي قالت: تخيل اني تلقيت اكبر صدمة في حياتي لما رفضت دولة الكويت ان انا ادخل اراضيها، هذا كان اكبر صدمة واكبر ظلم ليا في حياتي، وبالرغم من كده تفضل الكويت عزيزة وغالية وبلدي وبحبها جدا، وعشت في الشرقة لان فيها من الكويت الشيء الكثير،
وانا بحمد ربنا اني متماسكه في الفتره العصيبه دي، وساعات بقف قدام مرايتي واقول انا ازاي اقدر اتحمل العذاب ده كله، وازاي انا اقدر اصمد قدام التيارات العديده دي. الحقيقه ان الفنانه رباب الكويتيه، هي كويتيه الهوى ولكن عراقيه الجنسيه، ولكن دايما الناس بيصفوها برباب الكويتيه، اتكرمت في حتت كتير جدا، في القاهره سنه 1985، في قرطاج سنه 1986، كرمها بورقيبه سنه 1992، والبحرين في 2003، وقطر في 2002، والعديد من الجوائز والالقاب زي مثلا ملكه طرب الخليج، فنانة الخليج الأولى، أفضل صوت نسائي، والكثير من الألقاب. اختارها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب علشان تكون سفيرة الفن الخليجي كأفضل صوت وأداء، وأهدى ليها لحن بعد ما أثنى عليها بعد ما كانت أغنية الأطلال، وتعتبر أفضل حد غنى أغنية لأم كلثوم. كمان المطربة رباب كان ليها مساهمات كتير في الأصوات اللي احنا بنسمعها النهاردة، النجوم بتوع الخليج، ساعدت عدد من المطربين والمطربات على الصعود إلى سلم الشهرة. قدمت المطربة نوال الكويتية للملحن خالد الزايد سنة 84، وكمان دعمت أحلام وقدمتها للملحن عارف الزيني سنة 1996، وشجعت عدد كبير من الأصوات، منها الأصوات اللي استمرت ومنها الأصوات اللي ما استمرتش. كمان تنازلت عن أغاني مميزة ليها كانت بتملكها لفنانين تانيين زي نادمة لنوال الكويتية وخواف لمحمد عبده. لما سألوها في اللقاء الصحفي عن ما مدى تواصلها دلوقتي في الفترة الحالية بعد ما النجوم دول بقى كبار اللي هي قدمتهم، قالت بصراحة أغلب الفنانات في الخليج ناكرات للجميل، زي المطربة أحلام شجعتها كتير لما كانت في بدايتها، وقفت جنبها وكنت حاضرة مع الملحن عارف الزيني في استوديو في الإمارات، وكمان المطربة هند قدمت لها نصايح، وكمان نوال قدمتها لراشد الخضر واحتضنتها وفرحت بيها وساعدتها وقدمت لها النصيحة، لكن بتفاجئ في الوقت الحالي إن هما بيحاولوا يتناسوا رباب، مش عارفة ليه. وصدقني أنا مفيش خلاف بيني وبين أي حد، وبيسعدني تواجدهم في الوسط الفني، والمنافسة دايما بتكون في صالح الأعمال. تعالوا نتعرف على وفاتها. اتوفت في 2 يوليو 2010 بعد ما أصيبت بنزيف حاد في المخ، دخلت على إثره في غيبوبة لمدة 3 أيام، وكان ده في مستشفى في دبي. وقالت المصادر المقربة وقتها من الفنانة إن هي توفت بعد ما فشل الأطباء في محاولة إيقاف النزيف، وكانت الراحلة بتتمنى قبل دخولها المستشفى إن يعم الأمن والأمان على العراق. وأوصت الفنانة العراقية الراحلة قبل وفاتها بدفنها في الإمارات بسبب ما وفرته ليها الدولة من كافة السبل والمعيشة الجيدة، واحتضنتها من بداية دخولها البلاد، والاهتمام اللي قدموا ليها أبناء الأسرة الحكمة، بالإضافة إن هي أوصت بأن وصلوا شكرها لكافة شعب الإمارات، بداية من رئيس البلاد وانتهاء بأصغر فرد فيها. قصة الفنانة رباب قصة موجودة ينفع تتعمل فيلم سينما عن فنانة كان عندها المجد والشهرة وفجأة كانت بتبحث عن وطن لحد وفاتها. أتمنى أن أنتوا تدعوا للفنانة رباب بالرحمة، وتدعوا بالرحمة لكل اللي أنتوا بتحبوهم وفقدتوهم. شكرا لكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة. مع السلامة.